وقع أمر بين للناس أي الفريقين كان على حق وأيهما كان على الباطل، ألا وهو استشهاد سيدنا عمار بن ياسر وهو يقاتل معاوية مع جيش علي. وفي مسند أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وأبو داود الطيالسي وغيره من كتب الحديث روايات لهذا الحديث، رواه أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعثمان وحذيفة وأبي الأنصاري وأبو رافع وخزيمة بن ثابت وعمر بن العاص وأبو اليسر وعمار بن ياسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين. ونقل ابن سعد في الطبقات هذا الحديث بعدة أسانيد، رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام. يقول جصاص هذا الحديث قال كل بلاد، شوف البلاد كلها كانت، وأهل الشام حديث كل البلاد تعرفه، قال رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام. وين يجهله معاوية؟ يعرفه لكن لا يباليه. في الصحيفة 86 يتحدث عن معركة الصفين طبعا، ويقول وفي أثناء المعركة وقع أمر بين للناس أي الفريقين كان على حق وأيهما كان على الباطل، ألا وهو استشهاد سيدنا عمار بن ياسر وهو يقاتل معاوية مع جيش علي. وكان حديث رسول صلى الله عليه وسلم عن عمار حديثا معروفا لا يخفى على أحد من الصحابة، متواتر، وقد سمعه كثير منهم وهو يقول له تقتلك الفئة الباغية، علم من علم النبوة صلى الله عليه وسلم، حديث متواتر، هذا مش تواريخ، متواتر يا جماعة. في بناء المسجد مقدمه المدينة المنورة، أول ما قدمه بناء المسجد النبوي، وعمار كان يحمل الأحجار وكذا، النبي رأى هيك وقال وائح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. عجيب، عمار سمع، يا عمار سمعت ماذا يقول الرسول البخاري؟ قال ماذا يقول؟ قال عياذا بالله من الفتن، عياذا بالله من الفتن، علم من أعلام النبوة. كيف رأى النبي هذا؟ من خلف ستر الرقيق، يا الله، من يوم بناء المسجد النبي شاف كل هذا امامه، واعطانا انذار، اعطى العقول يا حبيبي انذار افهموا. والنبي قال يدعونه الى النار، يدعوهم الى الجنه ويدعون، فهمنا حتى لا نقول اجتهد فاخطا معاويه. قال لك دعاة النار، دعاة النار، النبي قال لك انا بسميهم دعاة النار، قول لي اجتهد فاخطا، حسبي الله، والله لا ادري، الله يعين اخواننا الدعاة العلماء هذول بيقولوا اجتهد فاخطا، كيف سيكون موقفهم بين رسول الله يوم القيامه؟ محمد تعالوا أنا قلت لكم دعاتنا وأنتم قلتم اجتهد فأخطأ، جاوبوه، جاوب الرسول تأويلاتكم السمجة هذه الباردة. نعم لا يخفى، نعم. وفي مسند أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وأبو داود الطيالسي وغيره من كتب الحديث روايات لهذا الحديث، رواه أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأم سلمة وعبد الله مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعثمان وحذيفة وأبي الأنصاري وأبو رافع وخزيمة بن ثابت وعمر بن العاص وأبو اليسر وعمار بن ياسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين. ونقل ابن سعد في الطبقات هذا الحديث بعدة أسانيد، ولقد اعتبر جمع من الصحابة والتابعين ممن ترددوا في أمر الحرب بين علي ومعاوية، في ترددوا محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، هؤلاء كانوا معتزلين لا مع هؤلاء، وخزيمة بن ثابت، حتى خزيمة صاحب الشهادتين كان يقول لا أضل، أنا عندي علامة لا أضل، بشوفها بعدين بعرف، شفت العلامة يا خزيمة، قال خلاص مع علي، واستشهد مع علي، خزيمة استشهد مع علي بن ثابت، قال بس ما في علامة حشوف مين بقتل عمار، هو الباغي الظالم، بعدين أنا بقاتله، أنا ما بضل، قال كي لا تضلوا عن ربكم. نعم ممن ترددوا استشهدوا، اعتبروا إيش استشهاد عمار علامة فرقت بين من هم على الحق ومن هم على الباطل. هكذا يقول أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي، على فكرة في انحراف أموي عن الأحناف، كل من عنده نفس أموي يكره أبا حنيفة وأتباع مدرسته، لماذا؟ لأن في أبي حنيفة وأتباعه انحرافا عن معاوية، معروف كلام للجصاص للبزدوي حتى لسيدنا أبي حنيفة في كلام هيك فشو الكلام عن الجصاص مثلا في أحكام القرآن، وأيضا قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفئة الباغية بالسيف، ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر من قد علم مكانهم وكان محقا في قتالي لهم، لم يخالف فيه أحد إلا الفئة الباغية التي قابلته وأتباعها، وقال صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، وهذا خبر مقبول من طريق التواتر، حتى أن معاوية لم يقدر على جحده لما قاله عبد الله بن عمر، كتب ابن عمر، لا ابن عمر طبعا، حتى مر المرات قال له إيه
قال عمرو قال له: هل تكف عنا اي سفيه كذا؟ ضل عبد الله بن عمرو يحدث باحاديث ومعاويه ينجن، قال له ابوه: كف عنا سفيه كذا. ما بدوش يسمع حديث الرسول، بدوش الناس يسمعوا في الحقيقه، هم يهموش، بدون الناس يسمعوا بصير في الفتنه، يعرفون هو مبطل باغي. اسكت، ما فيش حديث في القضايا هذه. لما قاله عبد الله بن عمرو: انما قتله من جاء به، مين قال لك؟ معاويه. ابن عمرو قال له، قالوا النبي قال تقتله الفئه الباغيه، خلاص. قال: لا احنا ما قتلناهوش، قتلوا علي. قال له: كيف قتلوا علي؟ قال له: لانه هو اللي جابه، لو خلاه قاعد في بيته ومقال. فعلي قال: ما شاء الله على الفقه. قال: معناهم اللي قتل ايه؟ اللي قتل ايه؟ الصحابه الاجلاء، سواء مصعب، سواء ابن ابي شو اسمه حمزه كذا، الرسول معناها. لما طلعهم ايه؟ لا احد، هو قتلهم معناها. فاسكت معاويه. شفت ايش التاويل السمج هذا؟ هذه سمجت معاويه على فكره في رد حديث رسول الله، يرد عادي ما يهموش. هذه كمان ايه؟ موضوع ثالث، شفتوا؟ ما يهموش عادي، ما يخافش، ما عنده، ما هو فاهم يعني حديث الفئه الباغيه. معاويه مش عارفه؟ متواتر، يعرفه جيدا، اكيد سمعه 100 مره. بس عادي، قتله من اتى به. يا الله اكبر يا معاويه، الله اكبر يا معاويه. رواه اهل الكوفه، بلاش يا سيدي. كمان هاي كمان حديث خامس، لما قيل الخلافه بعدي كذا كذا ثم تكون ملكا، عارف ايش قال؟ رضينا بالملك. رضينا بالملك؟ لا رضينا بالملك، حديث هذا، رضينا بالملك. قال: رضينا بالملك. يا رب عليك يا معاويه، الرسول بحذر بقول الخلافه بعدي 30 تكون ملكا عاضا. قال: قد رضينا بالملك، واحنا بدنا الملك. هكذا كان يقابل الرسول. هذا حنجيبها بحلقه لحالها، معاويه بإزاء رسول الله، كيف يقابل السنه، كيف يقابل محمد عليه السلام. شيء مزعج جدا. رواه اهل الكوفه واهل البصره واهل الحجاز واهل الشام. يقول جصاص: هذا الحديث قال كل بلاد، شوف البلاد كلها كانت، واهل الشام حديث كل البلاد تعرفه. قال: رواه اهل الكوفه واهل البصره واهل الحجاز واهل الشام. وين يجهله معاويه؟ يعرفه لكن لا يبالي. ويقول ابن عبد البر في الاستيعاب: وتواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. وهذا من أخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو من أصح الأحاديث. وذكر هذا ابن حجر في الإصابة، وكتب في موضع آخر: وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع علي، واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان في القديم. إيش القديم؟ قديم بني أمية وأيام سلطانهم. لا مش شرط كذا، بعدين خلص لما راح الخوف والفزع اتفق أهل السنة على أن الحق كان مع علي ومعاوية إيش هو المبطل لما راح زمن الخوف. شو خلاف كان في القديم. وكتب الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ذكر واقعة قتل سيدنا عمار بن ياسر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له: عمار تقتله الفئة الباغية، يظهر منه أن عليا وفئته كانوا على الحق، وأن معاوية وفئته هم الفئة الباغية. الآن لما يجيني حافظ كالحافظ دحيم ويقولوا له الفئة الباغية، أجي مرة على العراق قالوا: من الفئة الباغية؟ قالوا: أهل الشام. قال: ابن الفاعلة من يقول الفئة الباغية معاوية أيه وأهل الشام. طيب هذا حافظ من حفاظنا، عشان خذوا هذه الفائدة، هنجيبها في حلقة أخرى إن شاء الله بالمصدر. قال: ابن الفاعلة، كلام خطير دحيم، كلام خطير. ليش طيب خطير؟ لأنه في الحقيقة الرسول ترك هذا علامة، وانت هكذا تقول مش عاجبه. مثل ما رد إمامه معاوية الحديث أخرجه إيه؟ قتله من أخرجه. هذا رده هكذا حتى بغير تعلة، قال: من يقول أن معاوية وأهل الشام هم الفئة الباغية هو ابن الفاعلة. شوف الأدب حتى اللي عنده هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الهوى حين يغلب على القلوب يعمي. وكان من أسباب امتناع الزبير عن خوض معركة الجمل أنه تذكر حديث رسول الله هذا، ورأى عمار بن ياسر في جيش علي رضي الله عنه. غير أنه حين وصل خبر استشهاد سيدنا عمار إلى أسماع جند معاوية، وردد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حديث رسول الله في حضور والده ومعاوية، أول معاوية هذا الحديث على الفور فقال: أنحن قتلنا؟ إنما قتله من جاء به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تقتل عمارا الفئة التي تأتي به إلى ميدان القتال، وإنما قال تقتله الفئة الباغية، وبالطبع قتلته فئة معاوية لا فئة علي رضي الله عنه. وفي ثاني يوم لاستشهاد سيدنا عمار العاشر من صفر كان، دارت معركة عنيفة كاد ينهزم فيها جيش معاوية. طبعا بيجي موضوع رفعه كذا والتحكيم، نترك هذا.